هل سينجح الإطار كما نجح في حسم ملف تشكيل حكومة السيد السوداني؟ هل سينجح في حسم ملف المحافظات بشكل سريع؟ لو لا، أكو صعوبات هذه المرة مثل ما كان يتحدث الأستاذ علي، عندنا البصرة، عندك واسط، وحتى عندك مشكلة قد تكون حاضرة أيضا في بغداد. شكرا جزيلا استاذ علي، تحيه لك والضيف الكريم ومشاهديكم. يعني حقيقه النتائج التي ظهرت للان تعطي الاطار التنسيقي اريحيه كبيره بتسميه مجالس المحافظات وتسميه حتى المحافظين. هذه التفاهمات انا اعتقد التفاهمات السياسيه بين قوى الاطار، خلينا نتكلم قوى الاطار يعني المحافظات الجنوبيه الوسط والجنوب. انا اقول هذه التفاهمات يجب ان لا تكون يعني بديلا عن الكفاءة والنزاهة. اليوم احنا من نريد نقدم محافظ، خصوصا انه مجالس المحافظات ليست الغاية الاخيرة والقصوى للكتل السياسية. الكتل السياسية التي تعتقد ان مجالس المحافظات هي اساس لمجالس النواب عليها ان تقدم نماذج كفوءة، نماذج باستطاعتها أن تحقق نجاحات. أنا أعتقد أنه أعضاء مجلس المحافظات الذين فازوا بهذه الانتخابات محظوظين جدا، لأنه كل الظروف مهيئة أمامهم. الظرف الأمني اللي كنا نتخوف منه، وأكو إحنا مثلا نتكلم الإمارة بالبصرة، نتكلم ظرف أمني أستاذ علي، نتكلم كل العراق. أنا أعتقد اليوم السيد السوداني، وبعدين أرجع لك لهذه العوامل، السيد السوداني يريد أن تكون عمل مجالس المحافظات ليس يرتكز على نجاحات الحكومة أو الوزارات المرتبطة بهذه المشاريع داخل المحافظة، يركز كثيرا على قضية الاستثمار. وهذا الاستثمار ما من الممكن اليوم شركات عالمية رصينة تجي تريد تستثمر بمحافظة عراقية وتجتزئ هذا المقطع أو هذه المحافظة من أمن العراق كله. هم عندهم أنه القضية مثلا إذا خرق أمني بالوسط ببغداد يعتبرون أنه الوضع الأمني بالعراق مو ذاك الوضع الأمني. أنا أقول الوضع الأمني يساعد كثيرا، وهذه أول انتخابات لم يسجل بها خرقا أمنيا واحدا. القضية الثانية القضية المالية، لأول مرة بتاريخ الحكومات العراقية تقر موازنة لثلاث سنوات، وهذا يعطيها أريحية بهذا المفاصل الزمني اللي كنا نعاني من عدة